اهلا وسهلا. صباح الخير. كيف حالك؟ اهلين، تفضل تفضل. اهلا وسهلا فناننا محمود سلطان، كيفك؟ تمام الحمد لله. هلا نحن بنحب كثير صوتك الجبلي، ولانك متاثر كمان بالفنان الكبير جورج وسوف. هلا بتغني من عمرك 12 سنه، اوكي؟ شو بتضيف التجربه لما الفنان يبلش يغني من هو صغير؟ اول شيء بقول صباح الخير لك وللمشاهدين جميعا. أهلا وسهلا. على قناه رؤيا. الفن طبعا لما الواحد يبلش فيه من عمر صغير اكيد الموهبه يعني بسقلها الفنان وبتزيد الخبره والتجارب والكذا، فهي هي يعني بتعطي شعور حلو. هلا في اليوم رح نسمع منك بصوتك عده اغاني، واحنا كلياتنا كثير متشوقين، وخصوصا انه فرقتك الموسيقيه جاي اليوم رح تكون بالاستوديو تتحفنا. هلا اغنيتك الجديده واللي هي حنوا عليا إليدا، هاي الاغنيه من كلمات احمد ماضي والحان زياد برجي وتوزيع توني سابا. سجلتها؟ سجلناها وخلصت ونزلت هلا على الاذاعات. وعم نعمل اوكي، وين عم بتصور الفيديو كليب؟ الكليب ان شاء الله رح نصوره بعد فتره قصيره، يعني بلبنان رح يكون التصوير. يعني امتى بنتوقع نشوف الفيديو كليب؟ يعني قريب ان شاء الله، يعني اول ما يخلص، يعني مستعجلين احنا فيه، بس بدنا نشتغل بتأني شوي على اساس تطلع الفكره تعجب الجمهور ان شاء الله. اوكي، هلا في عندك تعاون وقعت مع شركه AM BN واللي هي شركه اداره اعمال جديده. مزبوط. شو الخطه اللي راح تشتغل فيها مع هاي الشركه؟ اول شيء هي شركه AM BN ممثله بالسيد جيلبير فياض، نوجه لهم تحياتنا. هي شركه اداره اعمال وتسويق للفنانين العرب يعني. وخطتنا ان شاء الله هلا يعني زي ما بيحكوها اعاده ترتيب الاوراق لمحمود سلطان بالنسبه للاعمال الفنيه ولاداره حفلاتي وللتسويق يعني بشكل اوسع على مستوى عربي ان شاء الله. مرتاح يعني هلا مبدئيا؟ مبدئيا ان شاء الله، وان شاء الله نضل مستمرين على طول. اكيد ان شاء الله طبعا، لانه قد ايه مهم تكون الشركه اللي بدها تستلم اعمال الفنان، قد ايه مهم انه هو كمان يشارك بالراي. طبعا طبعا، يعني الشركه شركات الإدارة يعني هي اللي يعني بالذكاء تبعها يا بترفع الفنان يا إنه بتنزله، حسب التعاون بين الأشخاص والتفاهم يعني وكمية العمل أو نوعية العمل اللي راح يكون موجود بالمضمون تبع الشغل. أوكي محمود، إلك خبرة يعني لفيت بالعالم العربي، كنت قبل فترة بالكويت أحيت حفلات بالخليج العربي، كان إلك كمان خبرة بكندا غنيت هناك للجالية العربية. مزبوط. احكي لي عن خبرتك مع الجالية العربية المغتربين بكندا. هاي أحلى يعني من أحلى الحفلات اللي عملتها أنا بحياتي. كانت بكندا، كنا أنا وفرقة تايجرز. تقابلنا مع ناس يعني متشوقين للغنى العربي، للطرب، للأغاني الحلوة. والحمد لله كانت نجاحها كثير حلو وصداها كان كثير ممتاز يعني. ممتاز. كيف ايش اكثر شيء حسيت الجالية العربي؟ اول شيء شو اعمارهم اللي بيجوا بيحضروا؟ كل الاعمار. كل الاعمار، عم تلاقي حتى الشباب الصغار بيحبوا الصغار والكبار العربية. يعني معظمها كانت عوائل يعني عائلات واولادهم وهيك. كانت متعه كثير حلوه يعني. لاحظت انهم كلهم بيعرفوا يدبكوا؟ مش طبيعي. وسميها الطرب. وسميها الطرب بالضبط. شو بحبوا يسمعوا اكثر شيء الجاليه العربيه؟ اي شيء يعني في كلمه ولحن بصراحه. يعني جماعه بسمعوا يعني، لانهم يمكن لما تغربوا طلعوا بالفتره هاي اللي كانت فيها الاغاني الحلوه كثير. يعني يمكن ما يجي مثله هذا الزمن. بتعرف انا شو كانت ملاحظتي؟ انه مثلا بكندا انه كلهم طبعا عرب مغتربين، عراقيين من العراق، من لبنان. مزبوط. من مصر، من فلسطين، من سوريا، من الاردن. الاردن شوي يعني اقل شوي، بس انه بتحس كانه الموسيقى العربيه بتوحدهم يعني. بس يطلع المغني موال ام كلثوم بتلاقي كلهم، عرفت كيف؟ حسيت انه الموسيقى العربيه بتوحدهم اكثر من اي شيء ثاني. والله مزبوط. صح؟ هذا الشيء انا حسيته يعني. شفته. وبعدين هلا شو عندك خطط جديده بدك تعملها؟ هلا خطط ان شاء الله في عندي اللي هو الكليب زي ما حكينا قبل شوي، وبرضه في عندي سي دي راح ينزل لايف، مجموعه اغاني قديمه راح نعيد توزيعها بالسوق، وهذا راح يكون قريب كثير كمان يعني قبل راس السنه ان شاء الله راح يكون نازل. طيب هلا محمود، كان في لك تجربه بالمحلات اللي كنت تغني فيها، شاركك كمان جورج وسوف بالغنى، كيف كانت التجربه انك انت تشوف هذا الشخص مثلك الاعلى واللي شايفه انت الفنان جورج وسوف وتلاقيه عم بتغني انت وياه عم بيغني معك؟ بصراحة هو شعوري لا يوصف. كان بهاي اللحظة
واعطاني كمان بوش يعني زياده لاني انتج على حالي اكثر واتعب على حالي اكثر. كيف لقيته بتقبل الناس؟ هلا صوتك يعني بتحب انت ستايله، بس انت مش عم تنقل نفس الشيء. لا ايش حسيت انه الفنان واحد زي جورج وسوف يعني لما بيطلع على الشباب الصغار شو لقيت انه هو بيستنى منهم او بتوقع؟ يعني اكيد واحد مثل سلطان الطرب ابو وديع يعني انا بعتبره من جيل العمالقه، فاكيد بينه وبين حاله اكيد بحب يشوف الفن انه لساته بخير يعني، وانه في ناس لسه عم بتغني طرب او مثلا بتغني اللون المقبول والكلمه المؤدبه يعني مش الكلام. شو حكى لك هيك كومبلمنت او شيء تاثرت فيه جورج وسوف؟ هو اول شيء اعطاني شغله يعني كثير بعتز فيها، السكارف تبعه يعني شلحه واعطاني اياه وباس لي راسي يعني بعد ما خلصت الحفله وهيك، هذا شيء انا بعتز فيه كثير يعني. والله يقومه بالسلامه هلا يعني ان شاء الله. ان شاء الله والله صحته صارت احسن وطلع من المستشفى. شو غنيت مع جورج وسوف؟ غنينا كثير يعني، غنيت بتذكر ميجنا وعتابه غنينا، وغنينا طربيات والشغلات اللي هو بيحبها يعني. وهلا بصوتك الجبلي كمان بتحب تغني لفيروز مش هيك؟ مزبوط. هلا كمان شوي رح نسمع اغاني لك مع فيروز. طيب هلا قل لي ببيتك الفني يعني هلا كيف قد ايه شجعوك لما اكتشفوا انه عندك صوت؟ كيف كانت قد ايه تاثير البيت لحتى انت وصلت هيك؟ حلو يعني شوف عائلتنا عائله فنيه بعيده عن الاضواء يعني عندنا ما شاء الله الشباب والصبايا كلياتهم بحبوا الفن وبيغنوا اصواتهم حلوه، ومش كلهم تبعوا الفن يعني يمكن شخص او شخصين تبعوا الفن. وكان التشجيع يعني بدايه انه حفلات العيله لما كنت صغير تاع محمود غني ما غني ضلك غني ما يعني كانوا يشجعوني، عرفتي كيف؟ كل ما بعمل شيء بلاقيهم جنبي وحوالي وبيساعدوني، لما بغيب عنهم شوي عن الشغل بلاقيهم معي والامور تمام يعني. يعني لقيت انه مهم تشجيعهم اكيد, أكيد انهم هم الاساس يكتشفوا. طيب هلا اليوم رح نسمع جزء من اغانيك او رح نغني، رح نسمع وينك انت؟ وينك انت وقلبي ما بيكذب واحلف وشاهد ربي طبعا. هاي كتير حلوه الاردن يا الغالي، واللي هي كلمات ماجد زريقات وهي الحان فولكلور، هاي كتير بنحب نسمعها منها. مزبوط، استاذ وائل شرقاوي. وتوزيع وائل شرقاوي. رح نسمع كمان اغنيتك المشهوره قلبي ما بيكذب واللي هي كلمات ايهاب غيث والحان اسكندر البيطار. بنسمع كمان شوي فيروز مش هيك؟ اكيد. وبعدين نتفضل هلا نسمع. تفضل. بحب أقول إنه اللي مع الفنان محمود سلطان معانا خالد العلي على الأورج. أهلا وسهلا خالد، كيف حالك؟ أهلا وسهلا فيك. وبعدين أحمد عبد الهادي جراح على الإيقاع، أهلا وسهلا. قلبي ما بيكذب علي، خبرني سر من شوي، يا ويلي شو هالخبري، قال لي انه بيحبك، ما قلت هو اللي قال اللي دقاته كرماله، كل دقة هي لحالة بتقول بحبها، قلبي ما بيكذب علي، خبرني سر من شوي، يا وي شو هالخبرية، قال لي انه بيحبها، ما قلت هو اللي قالها اللي دقاته كرمالها، كل دقة هي لحالة بتقول بحبها، شو بردت عليك يا قلبي يا مشغول، ما هيدا حكم القوي شو بدي قول لك، شو بردت عليك يا قلبي يا مشغول، ما هيدا حكم القوي شو بدي قول، ما بعرف شو يلي صار، عم بتحب عم بتغار، من هالليلة يلا صار وما تحلم بلحظة نوم.
يا قلبي اللي مني وفي وين مخبي هالحنية حبيت وخليت هي بعيوني تصير الأحلى هالليلة عم حسك ناطر لتشوفه ولقلبه تسافر لما تدق حسك جاعر عم تكتب له وشو برد عليك يا قلبي فيها مشغول ما هيدا حكمي القوي شو بدي قول لك شو برد عليك يا قلبي فيها مشغول ما هيدا حكمي القوي شو بدي قول ما بعرف شو يلي صار عم بتحب وعم بتغار من هالليلة يلا صار ما تحلم بلحظة نوم برافو البعدها البعدها ايش رح تسمعنا هلا؟ نسمعكم هلا شيء لفيروز سيدي فيروز اوكي يلا يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا عيني يا ليل ونسم علينا الهوى من مفرق الوادي يا هوى دخل الهوى خدني على بلادي نسم علينا الهوى من مفرق الوادي يا هوى دخل الهوى خدني على بلادي غريب من عندي هيك فانت يا حبيبي يا ليل
دي 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 يا 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 دي أغيب بغيابك اشتقت لك وحياتك ولعيونك يا حبيبي مشتاق والله لغرامك أغيب بغيابك اشتقت لك وحياتك لعيونك يا حبيبي مشتاق والله لغرامك ترى لا 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 بعرف شو قساك شو يلي نساك خلاك تهجرني وتعذبني بهواك ما بعرف شو قساك شو يلي نساك خلاك تهجرني وتعذبني بهواك أغيب بغيابك اشتقت لك وحياتك لعيونك يا حبيبي مشتاق والله الغرامة تيرتا يا ناطر حبيب رجوعك والحرق اللي بدموعك حيرت قلبي فيك شو بعمل من دونك ناطر حبيب رجوعك والحرق اللي بدموعك حيرت قلبي فيك شو بعمل من دونك أغيب بغيابك اشتقت لك وحياتك لعيونك يا حبيبي مشتاق والله الغرام. الله محمود، هلا شو بدك تسمعنا ننهي مع جورج وسوف ولا اغنيتك ايش بدك؟ بتحب جورج وسوف او حنوا علي؟ حيرتيني. حيرتك؟ اسمع ايش رح تسمعنا؟ حنوا علي العدا. اوكي. عالسحباب مبكيني من بعدك مالي حدا غير الدمعة تواسيني خلى الدمعة سهران بعيوني وعايش مع الأغراب من دوني حنوا علي العتا وعز احباب مبكيني من بعدك مالي حدا غير الدمعه توسيني عيون الناس علي تدل تغيب وجرحك بي يضل صبر الدنيا مني مل و
واللي فينا مكفيني لك حنوا علي العدا وعز احباب مبكيني من بعدك مالي حدا غير الدمعة توسيني عوات عالجافة ناس بينك وبيني وجرحك مني ما اكتفى وانت مو حاسس بيني جرح الهوى يا ناس كويني وينك حبيبي ليش ناسيني لك صرت معقود عالجافة ناس بينك وبيني جرحك مني ما اكتفى وانت مو حاسس فيني عيون الناس علي الدل تغيب وجرحي يضل صبر الدنيا مني مل واللي فينا مكفيني حنوا علي العدا وعز احباب مبكيني من بعدك مالي حدا غير الدمعة تواسيني. اوكي شكرا محمود. هلا بالاستوديو ما خلصنا لسه، كلهم حابين يسمعوا منك جورج وسوف. اوكي نسمع مقطع لجورج وسوف، تفضل. يا ليالي القمر يا قمر يا قمر انت فينك يا يا قمر بالحسن لبعدك بالحسن لا 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 لبعدك بالحسن لبعدك ولا قبلك يا روحي يا روحي كملي أوصافي يا روحي لا 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 حلف القمر لون الغروب لون الزهر فوق الخدود الخدود حلف القمر لون الغروب لون الزهر ف
فوق الخدود الخدود زاد الحلا جدايل سود جدايل سود حلي الكرز فوق شفافك يا قمر حلي في القمر لون الغروب لون الزاهر فوق الخدود زاد الحلا جدايل سود جدايل حلي الكرز فوق شفافك يا قمر بالحسن لا بعدي ولا قبلك يا روحي يا رؤيا كملت اوصافك دنيا يا دنيا الله ترارا لا 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 طل الهوى بحلى عيون 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 قال الدواء بين الشفوف طل الهوى بحلى عيون قال الدواء بين الشفوف والسحر هام بألف لون والشعر غافي عكتافك السحر هام بألف لون والشعر غافي عكتافك عيني عيني عالهوى طل الهوى بحلى عيون 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 قال الدوا بين الشفوق طل الهوى بحلى عيون قال الدوا بين الشفوق والسحر هام بألف لون والشعر غافي عكتافك يا عيني عالهوى بالحسن لا بعدي ولا قبلك يا روحي يا روحي كملي أوصافك يا روحي. شكرا محمود سلطان شكرا أتحفنا يعني نحن بالاستوديو مش قادرين نوقف بدنا اياك تضل تغني بس للأسف لازم الفقرة ننقل للبعدة شكرا كتير محمود سلطان وشكرا للفرقة المصاحبة وأهلا وسهلا فيك شكرا دائما شكرا لكم شكرا لكل فريق العمل الرائع شكرا لك شكرا لك شكرا